ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير قدر ما تستطيع. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.